بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يوسف. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده بقى اول اسبوع وفي ناس كتير قوي اجازات، فاحنا هنعمل لهم شويه حاجات كده في اللذيذ وبسيطه وسهله نقوم نعملها، ومكوناتها ابسط مما تتخيلوا. يعني الوصفتين فيهم كيلو لحمه مفرومه بس. تعالوا نشوف المقادير بتاعه حاجه حلوه قوي. بس قبل ما نشوف المقادير عايز اقول لكم كلمونا او ابعتوا لنا على صفحتنا صفحه حياه تي في عشان خاطر نتواصل معاكم ونقدر نلبي لكم كل رغباتكم. اما تليفوننا اللي هيظهر قدامكم على الشاشه كلمونا وانا مستني تليفوناتكم على 3855-0017 3855-0017. اول وصفه عباره عن وصفه كده لذيذه من الشام، وانتوا عارفين الشوام يعني ما شاء الله عليهم اكلهم حلو قوي، اسمها عش البلبل. عش البلبل ده ليه بقى؟ لان بيبقى قطع صغيره من الخليط او من الحاجات والعجينه. هنقول العجينه الاول وبعد كده نقول الحشو. اول حاجه نص كيلو من الدقيق، وكمان عندنا معلقه من الخميره ومعلقه سكر، وكمان ثلاث معالق من زيت الزيتون ونص معلقه من الملح، وعندنا كمان الحشوة بقى. الحشوة عبارة عن نص كيلو من اللحم المفروم وبصلتين ومعلقتين من زيت الزيتون برضو ومعلقتين علبتين من الزبادي ومعلقتين دبس رمان ونص كوباية من المكسرات أي نوع عندنا، إن شاء الله يكون فول سوداني. تمام، أول حاجة هنعمل العجينة مع بعض، وبعدين بعد ما نعمل العجينة وتبقى عجينة كده ملبسة حلوة قوي، قصدي متماسكة يعني، هناخدها نحط معاها الحشوه بتاعتنا. وهناخد اول حاجه صباح الفل يا خلود يا كنوز. ايوه ازي حضرتك، اهلا بيكي يا كنوز. الحمد لله. اتفضلي سما. كنت عايزه اسال عن الكريب الحادق. حاضر من عينيا، هقول لك عليه. حاضر. طيب ماشي. والبيتزا تاني؟ معلش. وتاني عجينه البيتزا بس. حاضر من عينيا، هقول عليها. حاضر. طيب احنا قدامنا كل المكونات زي ما انتم شايفين، الدقيق، الخميره، السكر. لازم هنعمل بقى حاجه المره دي بسيطه، ان احنا نجيب الخميره كده ونجيب معاها السكر وكمان نضيف عليها الملح بتاعنا وشويه ميه صغيرين اهم. تمام كده. ليه بقى؟ علشان الخميره الفوريه دايما بتبقى محتاجه ان هي تدوب شويه. بالراحه اهو، نلوث سكر مع الخميره مع شويه الملح، وبعدين واحنا شغالين كده ناخد معانا ام نورهان. اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا شوفي سلام. انا بخير والله لما بسمع صوتكم، ربنا يخليك يا رب. الف شكر يا شيخ، الله يخليك يا رب. لو سمحتي شوفي سري الفطير مشلتت. حاضر هقول لك عليه. الماده احسن حاجه دي الماده الدهنيه يكون ايه؟ الزبده ولا السمنه ولا الحشوه اللي جوه؟ يعني الفطير اللي هي بتبقى جواها سمنه اكيد، سمنه بلدي. بلدي يعني. مش زبده يعني. ممكن زبده لو زبده طبيعي، بس نسيحها وناخد السمنه برضه. بس الاصول بتاعها سمنه بلدي. ما تكفي. تحت امرك، تحت امرك. حاجه تاني؟ أشكرك. لا بشكرك على اتصالك، واحنا طبعا سعداء بسماع صوتك. عملنا مع بعض زي ما انت شفتوا الخميره، يعني لو عايزين نشوف الخميره ونختبرها نغطيها شويه ونسيبها في مكان دافي، اول ما تعمل كده شويه رغاوي على الوش يبقى الخميره كويسه قوي. هناخد بقى زي ما احنا شايفين كده الدقيق، وبعدين نحط عليه زي ما انتم شايفين برضو الخميره بتاعتنا مع السكر بعد ما دوبناها والملح، ونمشي مع بعض واحده واحده. هنزود ميه بقى شويه شويه زي ما انتم عارفين، زيت الزيتون ثلاث معالق، وندور كده بالراحه لغايه ما يختلط معانا الخليط بتاعنا، وبعد كده نشوف مع بعض هنعمل ايه. يبقى احنا بالراحه كده واحده واحده زي ما انتم شايفين بنعمل العجينه عشان تطلع معانا عجينه مظبوطه وعجينه صح. تمام بقى، زي ما انتم كمان شايفين عندنا الحشوه بقى، بس المهم ابص كل شويه على العجينه علشان تطلع معانا صح. كل شويه ننزل الحروف كده. هي عموما اول ما هتلم معايا العجينه هتطلع معانا الخليط، يعني هتنزل كل الدقيق اللي فوق. بس طبعا احنا بنحب يعني نخلي العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين تطلع معانا مظبوط. معلقتين ميه عشان ما تبقاش طريه قوي. حلو كده، ويلا نخلط مع بعض
الخليط بتاعنا اللي هو الحشوة. أول حاجة اللحمة المفرومة هنضيفها كده، وبعدين نضيف عليها كل المكونات اللي هي البصل وكمان الزبادي ودبس الرمان اهو. وبعدين بعد ما ضفنا كل الحاجات دي ممكن نحط المكسرات على الوش وممكن نضيفها جواها، تمام، ونقلب الخليط ده مع بعضه كده لغايه ما يتجانس معانا ويبقى خلاص يعني خليط حلو كده. يا استاذ مدحت صباح الفل. يا استاذ مدحت صباح الخير يا شيف. يا اهلا بيك يا حبيبي، ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير والله، طول ما بسمع صوتكم. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا حبيبي ودايما بخير، وجميع الاعداد اللي عند حضرتك والاستاذه نانسي كل سنه وانتم طيبين، كلهم بخير وبيسلموا عليك. بمناسبه بقى نص شعبان كنت عاوز اقول لكم كده بس كنت اجازه. حبيبي ربنا يديك الصحه وكل سنه وكل مصر طيبه وبخير. الله يخليك. كنت عاوزك بقى تبعت اهداء لاختي ميرفت في سويسرا وتقول لها كل سنه وانت طيبه. هي لو سمعانا يا ميرفت كل سنه وانت طيبه، واكيد طبعا يا رب تكونوا بخير، وبنعمل حاجات هي بتعملوها هناك لان كل المكونات موجوده عندكم في سويسرا وفي كل اوروبا. ليك سؤال يا استاذ مدحت؟ يا لا لا والله انا بسلم على حضرتك بس والله. ربنا يخليك ليا، بشكرك بشكرك على اتصالك، وطبعا احنا سعداء بسماع صوتك. بصوا الخليط عامل ازاي اهو، ده الخليط بتاعنا بعد ما كوننا عليه كل المكونات واضفت له شويه الملح بتوعنا. وبص اروح ابص على العجينه عشان العجينه ما تبقاش طريه معايا، نزود كمان معلقه ميه اهو ونسيبها لغايه ما تلف معايا خالص. وزي ما قلت لكم حكايه ان احنا ننزل كل شويه لو في بقايا دقيق كده، ونرجع تاني نشوف لو محتاجه شويه ميه تاني نزودها نقطتين ميه كده. حلو قوي. ونسيب العجينه معانا تاخد راحتها. ليه؟ لان العجينه دي عجينه لازم تكون فيها المطه بتاعه الجلوتين. احنا دايما بنقول البسكوتات مش محتاجه عجن كتير لان عايزينها هشه ومقرمشه، ولكن العجينات او العجاين بتاعه المخبوزات لازم تكون فيها تاخد تخميرها وتاخد المطه اللي احنا هنشوفها دي، ولذلك زمان كانوا يقعدوا يعجنوا في العجين فتره طويله قوي. تمام، هنسيبها. ولكن انا مجهز عجينه هوريها لكم ومقطعها قطع صغيرة. ليه بقى؟ علشان أنا محتاجها تبقى قطع صغيرة زي ما هتشوف. وبعدين فكرة طب هنفتحها ازاي بقى؟ هل ممكن نفردها ونحشي الحشوة بتاعتنا ونرجع تاني بعد ما نحشيها نلمها؟ لا خالص، أنا عندي فكرة بسيطة قوي هوريها لكم. هنجيب هنا الصاج بتاعنا الصغير ده، لأن ممكن العجينة دي تعمل صاجين أو أكتر. والفكرة بقى ببساطة ان احنا نيجي نضغط كده ضغطة صغيرة على العجينة اهو، وبعدين نقوم جايين كده بكوباية مدورة صغيرة وضغطين عليها كده. تمام، ما تخافوش، الضغطة دي بتعمل لي فيها فتحة وبعدين اشيلها بالراحة ونحطها في الصاج. تمام، اوريكم واحدة تانية وتالتة وكل العجين ده هنعمله. خلاص هروح ابص على العجينة لو محتاجة مش محتاجة اهي. تمام، وناخد كده نكرر. والعجينه طبعا عشان متخمره كويس ورجعنا قطعناها عشان تعيد تخميرها تاني فبتفرد معايا بمنتهى السهوله والشكل جميل اهو. اهو بصوا بقى، هي يعني متسميه عش البلبل. ليه؟ لان هي زي ما بنقول قطع صغيره. طب دي مش هترفع معانا؟ هترفع شويه بس في الاخر هتبقى حلوه قوي. هنجيب معلقه وناخد الحشوه بتاعتنا كده على طول، معلقه صغيره من الحشوه ونضيفها هنا اهو. كل الخليط ده طعمه روعه، الخليط ده طعمه روعه الروعه. تمام اهو، ولما يستوي بقى هيبقى حلو قوي وطعمه احلى. وهنكمل كل العجين، بس انا مستني لما العجينه بتاعتي بعد ما اتخدمت كده كويس قوي هنروح ناخدها
ونغطيها وتتخمر معانا تاني ونرجع نفردها تاني كده بنفس الطريقة يا أستاذ انتصار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وبخير. سنة سعيدة علينا وعلى مصر كلها إن شاء الله. يا رب كده يا رب بالخير دايما. على رئيسنا السيسي وربنا يخليه ويديله الصحة. يا رب يخليه لنا وكده وسنة سعيدة وإن شاء الله سنين مقبلة كتير. أنا بس حد يكون سامعني من المسؤولين نفسي أشوف. طب بصي بس الله يخليكوا أنا عايز أقول حاجة بس. حضرتك يعني الحاجات دي في برامج التيك شو يعني كلمي الأستاذة لبنى بالليل هتسمعك وتعرف اللي عند حضرتك، لكن احنا هنا برنامج طبخ يعني اسأليني في الحاجات اللي انا بعرف اعملها زي الطبخ بس. بشكرك على اتصالك ودايما كده بخير ودايما نسمع صوتك على خير. تمام، بناخد العجينة اهي بنفردها بنفس الطريقة، اسهل طريقة بدل ما نقعد نفرد ونرجع نلم والحاجات دي كلها، وبعدين هي بتطلع بالشكل الصغير اللذيذ ده. طيب احنا هنعمل ايه؟ ممكن نرش على وشها شوية مية صغيرين يعني نبخها بمية كده بس بعد ما تسخن شوية، او نعمل بيض صفار بيضة مع شوية ملح وشوية من المية ونيجي ناخد يعني ناخد على حروف العجينة بالظبط. تمام، حلو قوي. انا عندي صاج تاني بس هناخد الصاج ده بقى ندخله جوه الفرن بتاعنا ونسيبه بس ياخد شوية تسوية، وبعد شوية تسوية كده هناخده علشان خاطر نرش عليه شوية مية، ده شكل عش البلبل. وبعدين بعد ما تاخد معانا زي ما قلنا نرش عليها الرشة دي أو ندهنها بصفار البيضة مع شوية، نرجع ندخلها تاني عشان تطلع معانا ملونة أهو. تمام تمام، بسم الله. ندخل كده ونسيبها عشان تستوي معانا بالشكل اللي هنشوفه ان شاء الله ان شاء الله. نرجع نكمل بقى، بس قبل ما نكمل عايز اوريكم العجينه بتاعتنا اهي. ده شكلها عجينه رائعه رائعه، شوفوا بقى اهي حلو. هنلمها ونحطها في البوله بتاعتنا لغايه ما تتخمر، وبعد ما تتخمر اول تخمير بناخدها نقطعها قطع زي ما انتم شايفين صغيره كده، وبناخدها علشان خاطر نعمل بيها العش البلبل اهو. بس هنحطها هنا في بوله، خد يا محمد غطيها، ونجيب صاج تاني علشان ناخد الخليط بتاعنا بالراحه اهو. شايفين الموضوع بسيط، الحركه اللي انا بعملها دي بتوفر عليكم مجهود كتير قوي من الفرد وبعدين التقطيع، وبعدين نرجع تاني نعمل لها حرف او ممكن ما نعملهاش الحرف اللي انتم شايفينه ده، بس هي وفرت عليكم مجهود كتير قوي. هات صاج يا محمد صغير بالراحه. تمام جميل اهو، حلوه قوي القصه دي، يا ريت كده تجربوها وتقولوا لي ارائكم دايما يعني على صفحتنا، او كمان تكلمونا في التليفون بتاعنا ان شاء الله علشان نتواصل معاكم. حلوه قوي. بعد ما هنخلص كده كل المقادير بتاعتنا ونرصها في الصاج اهو. طب انت يعني بتعمل بتقلبها ليه؟ هقول لكم ليه. علشان الحته دي ناشفه شويه، فان يعني اما اجي اشيلها تتشال معانا بمنتهى السهوله. تمام، هنعمل اخر واحدتين ونحشي، وبعد كده نوريكم كل الحاجات بتاعتنا. ولكن واحنا بنحشي كده عشان ما نضيعش وقتكم هنستاذنكم ناخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنكمل مع بعض ونعمل برضو حاجات لذيذه هتعجبكم جدا، ولكن ما تروحوش في اي مكان لان الممتع والجديد والتعليمي مش هتلاقوه غير عند يسري في برنامج مطبخ الحياه بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، هنعمل مع بعض حاجة لذيذة. بس قبل ما نعمل عايز أقول لكم إن برنامجنا برعاية تاتش الزنوكي كله أدواته الكهربائية، طبعا جربوها هتبقى زي الفل. عملنا اشتغلنا بالفرن وهوريكم دلوقتي الفرن عمل معانا إيه. هنروح بس عشان نبخ البخة بتاعتنا، شايفين اللون أهو، نبخ بس كده علشان يلون أكتر، ونرجع تاني نسيبه لما يستوي معانا خالص. تمام، نعمل بقى شوية شوربة لأن الجو النهاردة برد قوي وبقاله فترة برد قوي، فهنعمل شوية شوربة بشوربة عدس جديدة وتعتبر صيامي في نفس الوقت، بس هنعملها بطعم الليمون. أول مرة هتشوفوها، أول مرة هتشوفوا شوربة العدس دي،
عندي نص كيلو من العدس مغسول، وكمان عندي 10 فصوص ثوم سلام زي ما هم، وعندي كمان نص كوباية عصير ليمون ومعلقة كمون وثمرة فلفل أحمر وثمرة فلفل حامي ولترين مية. الموضوع بسيط قوي زي ما انتوا شايفين قدامنا اهو، كل الحاجات بتاعتنا بسيطة ولذيذة. اول حاجة عشان بس احنا قلنا صيامي، هناخد كده نحط شوية الزيت وننزل عليه ببقية الحاجات بتاعتنا مرة واحدة، وهنشوف هو شكله عامل ازاي. يا استاذة نادية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيف يوسف؟ يا اهلا بحضرتك، وحشتنا. تسلمي، ربنا يخليكي ليا. ربنا يعد عليك الايام كل عام يا رب، احنا وانت والسامعين يا رب. يا رب، وبقول رئيس السيسي كل سنه وانت طيب يا رب، وخليك لنا وبارك في لنا فيه. كل سنه وهو طيب، وان شاء الله سنين عديده معانا عشان خاطر نشوف اكتر في الانجازات اللي هو بيعملها. وكل سنه طبعا ومصر بخير، وكل سنه وامهات مصر بخير. عارفين بقى عيد الام بعد يومين، ان شاء الله نعمل لكم حاجات حلوه قوي في عيد الام. بشكرك يا حاجه ناديه، وطبعا نهارك زي الفل. هناخد الثوم سليم زي ما هو كده، ومعاه الفلفل الحامي، ومعاه الفلفل الاحمر. واول ما نشم الريحه كده زي ما انتم شامين معايا، هننزل عليه بالعدس المغسول. شوربه حلوه قوي، واول مره تشوفوها. وانتم عارفين طبعا ان انا بجيب لكم دايما الجديد، وهتلاقوه عندنا فقط في مطبخ الحياه. وابعتوا طبعا قولوا لنا رايكم، طبعا احنا على صفحتنا دايما بنستنى كل ارائكم. بعد ما حطينا العدس كده بنقلبه شويه صغيرين عشان كله يمتزج مع بعضه، ويكون عندي الميه بتغلي زي ما انتم شايفينها اهي، الميه بتغلي اهي علشان خاطر احنا مشغلين الكاتل بتاع تاتش، وعلى بال ما تغلي نكون احنا سخنا العدس معانا شويه، ونضيف عليه معلقه الكمون. يا استاذه رحمه، طيب حاولي تكلمينا تاني واحنا منتظرين تليفونك. طيب بدانا، العدس يسخن معانا اهو. طب انت عملت العدس الاول ليه؟ علشان خاطر انتوا عارفين ان العدس ده ممكن ياخد شويه على بال ما يستوي معانا، على بال ما نخلص الحلقه ان شاء الله يكون استوى. حلو قوي كده. طب انت بتسخنه ليه؟ علشان برضو ما ياخدش وقت في التسويه خالص، على بال ما المايه بتاعتي تسخن شويه. هنيجي نحط بقى معلقه الكمون، ونحط عليها شويه ملح. تمام كده. يا استاذه منى صباح الفل، انتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير طول ما بسمع صوتكم. كل سنه وانت طيب، ومنور الشاشه ومنور الدنيا. يا رب يخليكم ليا. تسلمي لي، تسلمي لي. ربنا يكرمك يا أشكرك. رب اشكرك يا رب. انا وحضرتك وانت طيبه وبخير، والشعب المصري كله بخير. ربنا يكرمك يا رب. طريقه الوافل؟ الوافل اه. وايه تاني؟ بس خلاص كده، شكرا. انا اي حاضر، هقول لك على احلى وافل ان شاء الله. بصوا بقى كده، هنا العدس بتاعنا بدا يسخن معانا، وبعدين وهو بيسخن كده هنروح علشان خاطر نجيب الميه بتاعتنا ونضيفها عليه. 2 لتر ميه اه، عشان هي شوربه، يعني مش هنعمل العدس اللي احنا بنحط فيه شعريه او رز علشان يبقى زي ما بنقول كده يتغمس، لا، هي دي شوربه خفيفه لذيذه كده. هنقلب كده زي ما انتم شايفين، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد التقليبه دي. طب انت لسه ما ضفتش يا شيف يسري خالص الليمون. الليمون ده هنضيفه بعد العدس ما يستوي خالص، علشان ممكن يمرر معانا شويه. يعني كميه الليمون هخليها على جنب كده، على بال ما نعمل الوصفه الثالثه هتعجبكم قوي 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 اهو. تمام، هناخد كده الغطا اهو، الليمون قدامنا اهو، هنركنه على جنب لغايه ما يبدا يغلي معانا، يبدا يغلي معانا زي ما قلنا العدس، ونضيفه عليه اهو. العدس بتاعنا اهو بيغلي اهو، بدا يغلي عشان الميه سخنه. اول ما هيغلي شويه هنضيف عليه كمان الليمون ونسيبه يستوي معانا. بس انا هغير الاماكن علشان محتاج اخد العين دي عشان اشتغل عليها. هنزود هنا النار ونسيبه لغايه ما يغلي معانا، وبرده هخلي النار هنا هاديه. ليه؟ لان انا هعمل حاجه هتعجبكم قوي، برجر دجاج. برجر دجاج بطريقه مبتكره لاول مره هتشوفوها، اول مره هتشوفوها برضو. عارفين دايما ان انا بحب اجيب لكم كل ما هو جديد. تمام، وهنستعمل برضو المفرمه بتاعه تاتش، مفرمه حلوه قوي وجميله، وهتفرم معانا الدجاج بتاعنا. عندي نص كيلو او 4
قطع من صدور الدجاج. مقاديرنا بسيطة، 4 قطع من صدور الدجاج، وعندنا كمان 4 فصوص ثوم، 4 فصوص ثوم، ومعلقتين من البقدونس، وكمان بصلاية مفرومة، ومعلقة من البهارات، كوباية إلا ربع من البقسماط، وثمرة فلفل حار، وبعدين 2 بيضة، ونص كوباية لبن، وعندنا لبن وكوبايتين من الدقيق المبهر. وأنا قلت لكم الدقيق المبهر 1000 مرة عبارة عن كذا وكذا وكذا وكذا، هقول لكم هو كمان إيه لما نوصل عنده. وزيت للقلية، وعندي كمان خبز برجر، وهنعمل بقى خس وجبنة والحاجات اللي انتوا بتحبوها كلها معانا زي ما انتوا شايفين. بالراحة خالص هنبدأ ناخد الخليط. أولا الدقيق المبهر ده عبارة عن دقيق عليه شوية ملح وشوية فلفل وشوية كركم وشوية توم باودر وشوية بهارات وشوية من البصل الباودر اهو. تمام، هنركنه على جنب ده، ونيجي هنا ناخد كل الحاجات بتاعتي اللي هي الفراخ مع كل الخليط، بس نفرم الفراخ الأول ولا نحط كله مع بعضه؟ مش مشكلة، نشغل وناخد كده قطع الدجاج بتفرم معانا زي الفل يا شايفين، من غير ما اضغط عليها ومن غير اي حاجة خالص، لان السكينة بتاعتها حامية جدا ورائعة وطالعة معانا زي الفل. بس هنقطع طبعا الفراخ حتت رفيعة كده عشان تنزل معانا من المفرمة. الله ينور يا ياسر، جميل. بعد ما حطينا كده الفراخ هنبدأ ننزل الفلفل الحامي والثوم والبصل عشان ينعم معانا خالص. بصوا بقى، وكمان اخر حاجه بقى هنضيفها بس في الاخر خالص. تمام، خلصنا كل الحاجات، هنبطل ونرفع المفرمه خلاص. يا استاذه تمارا. الو. الو. يا صباح الفل. صباح الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، انا بحبك جدا. تسلمي لي، ربنا يخليكي، ده من ذوقك، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك، كل سنة وحضرتك وحضرتك طيبة وكل اللي بيسمعنا بخير. ربنا يخليك. كنت عايزة أعرف طريقة الشاورما. حاضر. بالفراخ. حاضر. وكنت عايزة أبعت إهداء. اتفضلي يا فندم. للرمس حبيبتي، هي عيد ميلادها النهاردة. كل سنة وهي طيبة. هي موجودة، بقول لها كل سنة يا إيمان، كل سنة وأنت طيبة وعيد ميلاد سعيد. سمعانا يا ايمان، يا رب تكوني سمعانا. بشكرك يا تمارا على اتصالك الجميل. هنجيب بس هنا سباتولا، احنا خدنا هنا اهو، شايفين كل الحاجات اهي ما عدا البقسماط عشان يربط معانا شويه، والبقدونس والبهارات والملح والفلفل بس كده. خلطه حلوة قوي. شيف يسر، هي ممكن تنفع كفتة؟ يا سلام يا سلام، تنفع أحلى كفتة. ونقلب بالراحة. تمام، حلو قوي كده. بصوا بقى، بنقلب كله مع بعضه، وطبعا أهو هنعمل إيه بقى؟ نعملها كور قد بعضها، ونجيب الفورمة بتاعة البرجر، نجيب الفورمة بتاعة البرجر عشان نقطع زي ما أنتوا هتشوفوا كده قطع زي ما بنقول كلها متساوية، ووزنها تقريبا 180-170 جرام، مش اقل من كده، عشان نعمل برجر زي ما بنشوفه بره في المحلات. انا بس بخلط كله مع بعض اهو، شايفين الخليط بتاعنا عامل ازاي؟ يا شيف يسري، ممكن اعمل منها كفته؟ انت قلت كفته روعه، عشان خاطر بس بقول لكم كل الحاجات. هنقلب كله مع بعضه بالايد كده عشان ما يبقاش فيها قطعه مش متجانسه. والبقسماط انت حطيته ليه؟ مادة ربط. بعد ما هنخلص كده اهو هنقطعها قطع، وناخد كده منديل حواليها اهو. تمام كده، وزي ما قلت هنقطع قطع. مين معانا؟
يا استاذه هبه صباح الفل. اهلا يا شيف ياسرين. اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. ايه اخبارك؟ تمام بخير والله، نحمد ربنا بخير. انا هخليك عايز اسال عن طريقه عيش الحواوشي. خبز الحواوشي؟ ايوه. اللي هو العيش الاسكندراني بقى ولا المصري؟ لا المصري. حاضر من عينيا. هو عيش عادي، العيش الحواوشي بيبقى عيش عادي جدا، ولكن الاسكندراني بتبقى عجينه، انتوا عارفينها طبعا كلكم، وهقول لك عليها حاضر من عينيا. بس عايز اجاوب كده بالمره على شاورمه الفراخ. شاورمه الفراخ اهي، واحنا بنعمل قطع كلها قد بعض اهي، وبعدين هنجيب بس الفورمه اهي بالراحه خالص، القطع كلها على قد ما اقدر، على قد ما اقدر لغايه، وبعدين لازم نجيب بقى فرشه وندهن شويه زيت علشان اما اجي انزلها تنزل معايا بمنتهى السهوله. دي الفورمه بتاعت البرجر المعتاده. جميل، ناخد القطعه اهي، شايفين؟ نضغط، شايفينها بتعمل ازاي؟ بفردها اهي، تمام. بعد ما فردناها كده باجي هنا احطها في الطبق واضغط الضغطه دي تطلع معايا بمنتهى السهوله. شوفوا شكلها عامل ازاي اهي. هاجي اعمل ايه بقى؟ هناخد شويه البيض مع اللبن، نحط عليهم شويه ملح وفلفل صغيرين. بعد ما نحط عليهم الملح والفلفل هنيجي نعمل ايه؟ هنقلبهم بالراحه خالص اهم. وبعدين الفكره بقى بتاعت الدقيق، مفيش بقسماط يا شيف يسري؟ لا خالص، مفيش بقسماط، لا خالص. بكرر تاني اهو، بعد ما حطينا كده عليه اللبن والدقيق هنعمل ايه؟ هنيجي هنا ناخد، انا بس بوريكم الفكره يعني، واحده اللي هي عملناها كده بالراحه وننزلها في الدقيق الاول ونقلبها الناحيه الثانيه ونغطسها كده في الدقيق خالص، بعد كده ننفضها خالص اهي، ننفض الدقيق كله خالص، وبعد كده ننزلها في البيض واللبن ونقلبها تاني عشان خاطر تتشرب معانا بالخليط ده، وبعدين ارفعها اهي، سوري اهي. بعد ما برفعها كده هننزلها في الدقيق تاني، وبعد كده نحطها في الزيت اهو. يا ام ملك. الو، السلام عليكم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. الله يخليك. تسلمي. عايزين نعرفه بس طريقه الحواوشي. من عينيا، حاضر. هقول لك على الحواوشي. طب النهارده الحواوشي طلب شعبي، وانا قلت ان الحواوشي المصري بيبقى من الخبز العادي، ولكن الحواوشي الاسكندراني بتبقى له عجينه تانية خالص. ده عشان السؤال اللي جابنا بعد كده قبل كده. شاورمه الفراخ، هنقطع الفراخ شرايح، بعد كده هنتبلها في شويه خل وشويه ملح وشويه فلفل والبهارات، وفلفلايه صغيره كده خضراء مطحونه، وكمان بحط عليها شويه كركم صغيرين ومعلقه زبادي. سيبها تتبل شويه، بشوحها، تبقى عندي احلى شاورمة فراخ موجودة معانا. تمام. أنا بقى طبعًا هنا في اتنين مجهزهم أهو، هنحطهم في الزيت اللي هو زي ما قلنا مش سخن قوي. وبعد كده أروح علشان خاطر أقلب الشوربة. أهو. الشوربة بتاعتنا بدأت عشان الشطة اللي فيها، بدأت الشوربة تستوي معانا. وخلاص هنضربها في الخلاط، ولكن الفراخ كمان هتستوي. هقدر بقى احط الليمون وانا مش خايف اهو على الشوربه بتاعتنا، ونسيبها لما تغلي معانا، ونروح تاني على بالراحه خالص اهو. حلو قوي. هسيبها بقى كمان شويه تستوي معانا، يكون كمان البرجر بتاع الفراخ هنحط عليه بقى اللي احنا بنقول عليه العيش البرجر، وكمان شرايح من الجبنه وشويه خس وشرايح اهي من الطماطم، كل الحاجات معانا. وادي زي ما انتم شايفين العيش البلبل طلع معانا، وادي العيش بتاعنا لازم نحمصه شويه كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده اهو وادي عيش البلبل. كل حاجه بنعملها قدامكم، مفيش مشكله خالص، علشان نوريكم كل التفاصيل. هستاذنكم ناخد فاصل سريع، هنلم من الحاجات دي كلها ونرجع بعد الفاصل يكون معانا البرجر بتاعنا استوى ونوريكم كل التفاصيل، ولكن بعد فاصل سريع. ما حدش يروح في اي مكان، الجديد الممتع التعليمي هتلاقوه مع الشيف يسري، ولكن بعد الفاصل.
رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عملنا مع بعض النهارده زي ما قلت لكم حاجات بسيطه كده لذيذه تعجبكم جدا. شويه الشوربه دول حلوين قوي، يعني شوربه عدس لاول مره بتشوفوها. طبعا احنا عندنا اسئله كتير، علشان كده قلنا انا اجلها لكم يعني في الحلقات اللي جايه، وسامحونا بس عشان وقتنا خلص. زي ما بقول لكم كل يوم، يا رب نحب بعض ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.